السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. النهاردة يا حبيبي هناخد معلومة مفيدة أوي وحلوة هتفيدنا كلنا في المطابخ كستات أو كرجالة برضه. شوفي هنا أنا كن طبعا كلنا عارفين إن إحنا فصل الصيف في فصل الشتاء سوري، طبعا بنستهلك برتقان أو ليمون أيا كان عندك، برتقان أو ليمون ما نرميش، قشر البرتقان كمان بالذات. طب ليه هنعمل بيه إيه؟ قشر البرتقان ده يا جماعة كنز، هتعملي بيه أكتر من حاجة دلوقتي. هنشوف مع بعض هنعمل بيه. انا طبعا بعد ما غسلت، طبعا انت بتغسلي البرتقال وبعد كده بتقشريه، وبعد ما غسلته وقشرته حطيت القشر فيه ميه وغليته فتره بتاع تلت ساعه كده ولا حاجه ولا نص ساعه كمان بتغلي، بحيث ان انت الميه اللي فيها تتبخر ويبقى ايه زي عصير الليمون كده، ايه المركز زي الشربات زي ما بيقولوا. عملت ايه بقى يا امير عليه؟ انا حطيت عليه معلقه خل او معلقتين خل، وبت ايه بتحتفظي بيه، بتعملي بيه كذا حاجه. هنصفيه، ممكن تغسلي بيه اي انواع من اللحوم، فراخ بط لحمه بيبقى مية مية، بيضيع الريحه ويضيع اعزنا وعزكم الله الزفاره. معقول برتقال يا مين هنغسل بيه اللحوم؟ اولا الموانع زي البرتقال والليمون والحاجات دي كلها مفيده جدا جدا يا جماعه، كلها حمضيات بتطهر الحاجه، ما بتسيبش ريحه خالص، ما تلاقيش ما فيش ريحه برتقال بتنزل في الاكل، ما تلاقيش خالص، وبالعكس بتدي الريحه. ايه تاني؟ إيه تاني حاجه بنعمل ايه؟ ممكن بنعيش الليمون ده بعد ما نغليه يا جماعه ويبقى مركز كده، ممكن عارفه لما تسيبيه على النار كده وهو بيغلي يا جماعه كان معطر ريحه المطبخ بطريقه ريحه جميله جدا، ريحه زاكيه جدا جدا يا جماعه. انت هنستفاده ليه؟ تالت استفاده وهو الاهم، انت ممكن تحطيه على الصابون السايل، تحطيه على صابون السايل بيدي ريحه وتعقيم للصابون اللي هو الصابون البريلا الصابون السايل اللي بتغسلي بيه المواعين، بيبقى خطير جدا، بيدي لمعه وبيدي ماده ناعمه كده زي الجليسرين، بيخلي ايدك ناعمه وبيقتل اي يعني ماده حرقه في المسحوق او الصابون السايل اللي بتستخدمه المواعين. هنصفيها كده يا جماعه، وممكن تحطيها في بخاخه وترشي على اسطح، يعني انت مثلا بتمسحي رخامه المطبخ، بتمسحي ترابيزه كده، انت اي رف عندك تقدري حضرتك بتعمليه كتعقيم ليه، لانه عليه خل وهو ماده ده زي الليمون اهو، تقدري تستخدمي بقى تغسلي بيه اي تغسلي بيه اي لحوم، تطهري بيه اسطح، تحطي منه على المسحوق اللي بتغسلي بيه المواعين، الصابون اللي بتستخدميه للمواعين، حطي منه طبعا بيبقى مركز بتخففيه بيه، ده بيبقى دي ريحه ونعومه وتعقيم كمان، وبيبقى طري جدا على ايديك، بيسيب ملمس على ايديك ناعم. طبعا بنعقم بنترش بيه في الجو، جميل جدا يا جماعه في المطبخ لو سبتيه شويه يغلوا كده، لو بعد اكله سمك او قليه سمك او شويه سمك في المطبخ، على فكره لو سبتيه بيغلي يا جماعه وتحط عليه نص معلقه قرفه كمان، تحطيه على النار كده على نار هاديه، بيدي ريحه فظيعه، بيقطع انك حاطه معطر، بيعقم المكان، بيخلي مفيش روائح لاي زيت بعد اي لي زيت سمك شوي سمك. على فكره ليه فوائد رهيبه يا جماعه، ده كنز. اوعوا تقولوا مش البرتقال، على فكره حاولوا تستخدموه يا جماعه، مفيد قوي خساره. وطبعا احنا في الشتاء كلنا بنستخدم، بناخد برتقال، بناكل برتقال كتير في الشتاء لان هو صحي، وقشره كمان ثروه يا جماعه ما ترموهوش، ده مهم قوي 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 وليه استخدامات كتير، ويا رب نكون استفدنا منها. معلش احنا تاني مع بعض، ممكن نعمل بيه نغسل بيه اي لحوم، ممكن نحط على الصابون السائل الخام بيسيب ملمس ناعم على ايديكي وبيعقم المواعين، بنرش على الاسطح واحنا بنمسحها بيعقم المكان اللي احنا بنمسح بيه، بنحط فيه بخاخه في البخاخه ونمسح بيه اي سطح عندك. غير كده كمان بس بيغلي على النار كميه منه بسيطه مع نص معلقه قرفه، بتعقم ريحه المطبخ خالص خالص خالص، بتخلي ريحه المطبخ كانك رش معطر او اي مكان، بيبقى جميل قوي بعد السمك بالذات شوي او قلي السمك. غير كده كمان حضراتكم ممكن تستخدميه في اي تعقيم سطح، تعقيم جو، تعطير جو، كل حاجه بنغسل بيه لحوم بنعمل. بصوا في منتهى الجمال البرتقال من نعم ربنا علينا، وثروه رهيبه ما ترميهاش خساره، ترميش البرتقال، استفادي بيه من كذا اتجاه ومن كذا لكذا غرض. ويا رب اكون افدتكم النهارده، ولو استفدتوا مني بمعلومه يا ريت ما تبخلوش عليها بلايك وشير، واحلى اشتراك في قناه على اليوتيوب ميرو ماهر بالعربي والانجليزي، بحبكم في الله.